رحيم مشاهدينا الكرام، نحييكم عبر قناة ليبيا الرياضية، لكم التحية من ملعب الراحل صلاح سالم بمدينة الساحات التاريخية. لكن هناك المتابعة من الكابتن حسين صالح، تمشي لها كرة صفراوية، هناك خضيرة، ممكن أول أهداف، ممكن تزيد أول أهداف، ولكن مرت. وماذا أشار حكم اللقاء؟ أشار إلى ركلة الجزاء. التايب في مواجهة عبد الرحيم التايب، وأول أهداف اللقاء، أول أهداف الصفراوية، أول أهداف الصداقة. دارنوس عمر شعات يلعب كورة باتجاه رؤوس المهاجمين، ممكن أول أهداف، التعادل ضاع، ضاع هدف التعديل بشكل غريب، ضاع هدف التعديل بشكل غريب لفريق دارنوس. شاهين يتقدم، شاهين جميل، ماذا أشار حكم اللقاء؟ ماذا أشار حكم اللقاء؟ لا وجود لمخالفة. استعد فريق الصداقة، تمشي لام، ممكن لاعب كرة عرضية، ممكن ثاني أهداف، ممكن ثاني الاهداف، ولكن الحاسي خطير لفريق دانس، خطير، ممكن اول اهداف التعادل، وهدف تعادل، لا هناك رايه وصافره فكوره، ولكن تعود من الدفاع، خطيره لا زالت دانا للصداقه، ممكن ثاني الاهداف، ممكن ثاني الاهداف في طاز طاهر، يلعب كوره، ولكن اقرب الى دفاعات فريق الصداقه، تقطع الى عمر شحات، ماذا اشار سيدي الحكم؟ لا وجود، تمشي كوره الان سريعه لفريق الصداقه، ولكن تمر محمد عياد، ماذا أشار سيدي الحكم؟ عمر شحات يرسل كرة باتجاه الحاسي، ممكن هدف فاعل بالفعل، أول أهداف دارنس. ماذا أشار حكم اللقاء بشكل غريب؟ إذا تم إلغاء الهدف، أعطى الخطأ لمصلحة فريق الصداقة. اتجاه بنا، وممكن ثاني اهداف بالفعل، ثاني الاهداف، هفوه دفاعيه كلفت الكثير لفريق دانس، يفعلها نسيم بالكمال بالتشجيع. جنان ويس سويح يفتح اللعب، جونيور ثاني اول هدف، لا يتالق جمال سلطان المهندس، وهدف، هدف تسديد الفارق بالفعل، يتمكن فريق الانيق، يتمكن من احراز هدف تسديد الفارق عن طريق محمد عياد، عن طريق البديل محمد عياد. النتيجة تتغير مشاهدينا الكرام عبر قناة ليبيا الرياضية. يلعب إلى ويس بشكل طيب حلو الآن، ولكن خطيرة، ممكن التعادل تمر بشكل غريب، مرت الكرة بشكل غريب. إذا في انتظار تنفيذ المخالفة، لعب الكرة باتجاه رؤوس المهاجمين، خطير العربية، كرة خطيرة ضاعت، كاد أن يفعلها فريق دارنوس، وكاد أن يفعلها العربي، وأحرز هدف التعديل، مرت بسلام في لعب الكرة عالية في اتجاه المهاجمين بالرأس، ولكن مرت. وبذلك مشاهدينا الكرام، الحكم اللقاء السيد حمزة التموني أعلن عن انتهاء اللقاء بتقدم فريق الصداقة على فريق دارنوس بهدفين مقابل هدف.